طبعا هي قصة رمزية هذه يعني رمزية لكن لها أهداف ولها كذا. يقال أن قرية اشتهر فيها اثنين من اللصوص، واحد يقال هلا شيرم، هلا شيرم مشروم الشفا، ايوه، واحد خوي، هلا شيرم وخوية، هلا شيرم وخوية، هلا شيرم وخوية، أصبحت لهم هالة إعلامية وأصبح الناس يخافون منهم، وهم أصلا جبناء يخافون من صفرة الليل، لكن وكذا مع الناس سووا لهم زخم إعلامي، حتى أن المرأة إذا أرادت أن يعني تنوم أبنائها وقالت ناموا قبل يجيكم هلا شيرم وخوية، فانزرع انزرع خوف هذا في الجيل، في يعني عظموا هذا الوهم. على شيرم. المهم على شيرم هم لصوص حرامية يعني ايش يقولون الحلال والبلوي اي شيء الطارف. سمعوا ان امرأة عجوز جيز في بويت في طرف القرية عندها عيال تجار معهم فلوس، التجار يروحون يجون ويحطون الفلوس عند امهم، الذهب يدسونه عند امهم، هذه العجيز ما عنده احد، قالوا والله هذا الغنيمة نروح على نذبحها وناخذ الذهب ما عنده احد. المهم دبروا الخطة ودبروا كذا وتوجهوا لهذا البيت، والعجيز غافلة ما تدري في بويتها، وجو لكنهم خايفين ما يدرون، قالوا مو معقولة الرياجيل يحطون الذهب عند أمهم وما في أحد يحرس، أخاف أن يكون في أحد في البيت أخاف أنه، فصاروا ينظرون من ثقب الباب فشافوا تحركات العجيز رايحة جاية على عصاتها تحترف في البيت وتخبز لها خبز في تنور، العجوز تسوي عشاها وعندها شويهات، عندها كم شاه في البيت وخبزت لها خبز، سوت لها قرصين. السلام. واحد من الأقراص هذه طلع مشروم، يوم طلعته من التنور طلع مشروم وحطته، اثنين حطتهم، فعاد ثم توجهت إلى شاتها تحلبها، وهم يطالعون دحين شايفين العجوز رايحة جاية، والعجوز تنشد وتغني ومسوية جو نفسها في البيت وهي لحالها، فهم قالوا يكون في أحد في البيت ولا بيت، فأخذت تحلب شاتها وتنشد تغني تقول يا شاتي يا حمرة تملأ القدح وتقرة، شاتي حمرة حمراء تملأ القدح وتقرة يصبح قارا لا يمين، يا شاتي يا حمرة تملأ القدح وتقرة، وهي مستانسة منسى نفسها، وهذولي من خلف الباب يريدون المكيدة بها وهي لا تعلم، مفوض أمرها لله، وهذا الشير مخوي يطلعون، فتقول يا شاتي يا احمره وتحلب تملأ القدح وتقره اشرب حليبك ثم عود على الشير مخويه اكلهم، قالوا سعليه سبحان الله دفع الله عنها شرا لم تعلم به ولم تدري به، لعلها كانت متوكله على الله، كذلك حالنا وحال كل متوكل، كم من شر يدفعه الله عني وعنك وعن من يشاهدنا، سأل الله يدفع عنه عنكم الشر، ونحن لا نعلم ولا ندري، أحيانا تتبدل بعض الأمور، يقول يا الله اللهم لك الحمد إني ما مشيت الطريق لأنه حصل فيه مطب ولا حصل فيه حادث، يعني ترى شيء من لطف الله، لكن في غالب الأحيان يمكن ما يظهر لنا ولا 1% من لطف الله عز وجل، هذه المرأة قد دفع الله عنها شراً وهي لا تدري غافلة، أسأل الله أن يحفظنا وإياكم من كل شر، هذه يعني من باب القصص الرمزية والدعابات. أعظم لطف الكرة الأرضية هذه، إن لو نتصور أن الكرة الأرضية اللي لنا عليها الآن أنها معلقة في هذا الفضاء، يعني مثل الهباء، تدري وش اللي ثبتها وجعلها مستقرة؟ ربنا جل وعلا سبحانه، وتجدنا نقوم وننام ولا همنا في قضية هي بتطلع الشمس ولا بتغيب ولا بيطلع القمر ولا بيغيب، معلقة يعني كأن في الفضاء. الأمر بالنسبة لنا مقطوع، أنه هدوء واستقرار وهي معلقة في الفضاء كده. وهي معلقة في الفضاء